حدث في مثل هذا التاريخ، 21 من مارس آذار، في عام 630 الإمبراطور هرقل يعيد صليب الصلبوت، وهو أحد أقدس الآثار المسيحية إلى القدس. في عام 1152 فسخ زواج لويس السابع ملك فرنسا والملكة إلينا تور إكيتان من بوردو، أشهر امرأة في أوروبا في العصور الوسطى. في عام 1413 هنري الخامس يتولى حكم إنجلترا خلفا لولده الملك هنري الرابع الذي توفي قبل يوم. في عام 1550 التوقيع على معاهدة إسطنبول بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. في عام 1556 إعدام أسقف كانتربري توماس كرانمر يتم حرقا بتهمة الهرطقة في إكسفورد. في عام 1801 نشوب معركة أبو قير في الإسكندرية بين القوات البريطانية والفرنسية. في عام 1804 اعتماد قانون نابليون في القانون المدني الفرنسي، كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 1857 زلزال في طوكيو يودي بحياة حوالي 107,000 شخص. في عام 1918 وقف الهجوم الألماني بقيادة الجنرال إليك لودندورف في منطقة السوم في فرنسا. في عام 1921 المجاعة تجبر الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين على التراجع عن اقتصاد شيوعية الحرب. في عام 1935 الشاه رضا بهلوي يصدر قرارا يقضي بتحويل اسم دولة فارس إلى إيران. في عام 1960 وقوع مذبحة شاربيفل على يد قوات الشرطة في مظاهرة معادية للأبارتيد والتي راح ضحيتها 59 شخصا. في عام 1961 فرنسا والولايات المتحدة يتوقعان على اتفاقية لبناء قمر صناعي مشترك. في عام 1965 المجس رينجر 9 يطلق ويقوم بإرسال آلاف الصور الواضحة لسطح القمر، كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 1968 نشوب معركة الكرامة في الأردن بين القوات الإسرائيلية والأردنية. في عام 1975 إلغاء منصب النجاشي الإمبراطور في إثيوبيا والإعلان عن قيام الجمهورية. في عام 2002 ملك المغرب محمد السادس يعقد قرانه على سلمى بناني والتي أصبحت تلقب بالأميرة سلمى. في عام 2012 انقلاب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامد داكو توماني توري. في عام 2013 تفجير انتحاري في مسجد الإمام بحي المزرعة في العاصمة السورية دمشق يودي بحياة الشيخ محمد البوطي. في عام 2019 مصرع ما يزيد عن 90 شخصا أثر غرق عبارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.